لطالما قلنا أن حماس تستخدم سكان غزة دروعاً بشرية، ولم يلقى كلامنا آذاناً ساغية. اليوم نكشف عن مجموعة جديدة من الدلائل والإثباتات التي تظهر مواقع عسكرية لمنظمة حماس الإرهابية في عمق وقلب المناطق السكنية داخل غزة، بالقرب من المساجد والمدارس والمستشفيات، ضف إلى أنفاق إرهابية تمتد تحت الأرض على طول الأحياء المكتظة بسكان، معارضة الأبرياء للخطر. كيف وأين؟ إليكم التفاصيل. مواقع لإنتاج الأسلحة بين سكان غزة، وهي عرضة للانفجار نتيجة أي خطأ أو عطل صغير، أسوة ما حدث على سبيل المثال في كانون الثاني من العام 2021، عندما وقع انفجار الأسلحة في منزل أحد نشطاء الجهاد الإسلامي في بيت حنون، ما أدى إلى إصابة المدنيين، أتذكرون؟ وما نكشف لكم عن موقع لتصنيع الأسلحة يقع على بعد 60 متراً من مستشفى شفاء، المستشفى الأكبر والأكثر أهمية في غزة، و55 متراً من عيادة طبية تابعة للأونروا، تتحول إلى مركز للطوارئ في حالات الأزمات والكوارث والطوارئ. حماس تخرق بنود القانون الدولي الإنساني الذي يصرح بتحييد الوحدات الطبية. مخزن أسلحة بالقرب من مسجد الشهيد في مخيم البريج، وقريب من مكتبة عامة يمولها بنك KFW الألماني. وهنا أسأل إمام المسجد، هل أنت شريك أو جاهل لما قد يؤول إليه مسير المؤمنين المؤتمن أنت على حياتهم؟ وهل تتذكر قول الله تعالى حين تحدث عن مسير من يمنع من مسجد الله أن يذكر فيه اسمه؟ مستودع أسلحة تابع لحماس داخل مسجد عبدالله عزام في حي النصيرات. المستودع محاط بالمباني السكنية ويقع بالقرب من وكالة الأونروا على مسافة تبعد 86 مترا، والمستودع هذا يستخدم أيضا كغرفة عمليات لنشطة حماس تختبئون بين الأبرياء. مستودع أسلحة آخر تابع لحماس وموجود على سطح منزل ناشط في منظومة إنتاج حماس الأسلحة، يقع المستودع بين منازل مدنية، وهو على مسافة مجاورة من عيادات طبية ومدرسة، فأين ضمير؟ مسارات نفق عسكري تحت الأرض تابع لحركة حماس في حي التفاح بمدينة غزة، يمر بالقرب من معمل بيبسي ومدرسة ابتدائية. فتحة نفق إرهابي تقع داخل منزل ناشط في حماس مكلف بتدريب في كتيبة الشجاعية، وعلى مسافة 60 متراً من الفتحة تقع مدرسة جمال عبد الناصر، وعلى بعد 30 متراً من مسجد فتح شقاقي. نفق إرهابي آخر تابع لحماس يقع في حي صبرة في مدينة غزة، ويقع بالقرب من عدة مدارس تابعة للأونروا تستخدم بعدها كمآوي للمدنيين في حالة طوارئ، مثلاً مدرسة راهبات الوردية للكنيسة الكاثوليكية، ومدرسة الوحدة، ومدرسة الكورة. بالإضافة إلى ذلك، بالقرب من النفق يقع مركز الإسعاف الرئيسي في قطاع غزة. حماس بهذه الأعمال ترتكب جرائم حرب، اللهم أشهد إني بلغت.